بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان لعام 1441 هجرية الموافق عام 2020 ميلادية، النهاردة 10 رمضان، يعني الثلث الأولاني من شهر رمضان عدى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم الصيام والقيام، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله عليكم جميعا رمضانا مباركا. وكمان بدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظكم والأهل والأحباب والجيران من شر هذا الوباء المسمى بالكورونا. أنا هنا مش هطول عليكم في الفيديو ده، لكن حابب أذكر بعض الحقائق والأرقام عن مستشفى ميت حبيب الخير. لكن قبل ما أقول الحقائق والأرقام ديت، خلينا أقول إن العالم كله أو الكون كله حاليا متوقف على قدرة الخالق سبحانه وتعالى في السماء، وعلى مقدرة أهل العلم والطب على الأرض. وبالمناسبة دي بتوجه الشكر والتحية لكل العاملين في المجال الصحي، من أصغر عامل لأكبر دكتور، مرورا بالممرضين وكل العاملين في المجال الصحي. برفع لهم القبعة وبنحني لهم امتنانا وشكرا وتقديرا. وهنا طبعا بيظهر لنا دور الطب ودور المستشفيات في مواجهة الأمراض ديت والفيروسات وخدمة البشرية في جميع أنحاء العالم. وإحنا الحمد لله بقى عندنا مستشفى في ميت حبيب، وكنا نتمنى إن هي تكون شغالة في الظرف ده، لكن قدر الله وما شاء فعل. الحاجة اللي إحنا محتاجين نفهمها إن فيروس الكورونا أو الوباء ده مش هيختفي بين يوم وليلة، وحتى لو حكومات العالم بدأت تشيل الحظر تدريجياً علشان تنقذ الاقتصاد، لأن بعض الدول على شفا الانهيار. الحاجة اللي لازم نعرفها إن لما نرجع تاني الحياة الطبيعية بعد كورونا عمرها ما هتبقى زي ما كانت عليه قبل كورونا. طبعا الاحتياطات هتفضل مستمرة، ممكن شهر سنة سنتين الله أعلم، الناس هتلبس الكمامات لمدة طويلة. ويعني بعض العلماء في الخارج في أوروبا وفي أمريكا قالوا إن احتمال كبير إن يبقى في موجة تانية من الفيروس ده، ممكن بعد 6 شهور، ممكن بعد سنة، ممكن بعد سنة ونص، بعد سنتين موجة تانية من نفس المرض. وعشان كده أحب أقول إن المستشفيات بقت أولوية وضرورة ملحة، لأن طبعا هي بتحتوي على أشياء وخدمات يعني نادرا لما نلاقيها في العيادات الخاصة. أولا أحب أقول إن فكرة المستشفى دي فكرة قديمة جدا، يعني أعتقد يعني أقدم مني أنا، يعني أقدم من عمري. لكن أقدر أقول إن هي بدأت تطفو على السطح في حوالي 2007، وبعد كده أعتقد بدأ الحديث يعني أو بدأ الموضوع يتبلور بين 2009-2010. وأعتقد على ما أتذكر إن أول لقاء عملناه، وده كان أعتقد في مبنى جمعية تنمية المجتمع، كان في أواخر 2012 أو 2013 على ما أتذكر. وطبعا بعد كده بدأت الفكرة تاخد أكثر من مجال، وطبعا القدر يعني لعب بينا حاجة، يعني في أوقات كتيرة جدا شعرنا إن الموضوع ده صعب جدا يتحقق. مش عايز أقول فقدنا الأمل، لكن قلنا جايز مش وقته، لدرجة إن إحنا كنا لمينا بعض المبالغ من بعض الناس، وأعتقد هم سامعين دلوقتي في الفيديو، وأنا بعت لهم على الخاص وقلنا لهم إن إحنا هنبدأ نرجع لكم الفلوس تاني. والناس ردت وقالت مش عايزين الفلوس، اعملوا بيها اي حاجه. الناس دي طبعا اعتقد الناس دي ليها الفضل الاول في ان موضوع مستشفى ميت حبيب يبقى امر واقع. فبشكرهم جدا، وبشكرهم على الثقه، وبشكرهم على النيه الطيبه والاخلاص وطيبه القلب، وده ان دل انما يدل على ان في قلوب طيبه كتيره جدا وناس بتحب تعمل الخير. خلينا أقول نبذة مختصرة عن المستشفى وإزاي هتشتغل، وبعض الأرقام اللي الناس حابة تعرفها وحابين نشاركها معكم. المستشفى هيتم تشغيلها على 3 مراحل. المرحلة الأولى دي هتبقى عبارة عن 8 عيادات في تخصصات مختلفة زي الأسنان، البطن، القلب، أطفال. بالإضافة لده كله في عندنا هيبقى فيه 18 وحدة غسيل كلوي، يعني 8 عيادات متخصصة مختلفة
ومعهم 18 وحدة غسيل كلوي. 18 وحدة غسيل كلوي يعني 18 مكنة، بمعنى ان انا يبقى ممكن يبقى عندي 18 شخص في نفس الوقت، ده بالإضافة طبعا لعيادة الطوارئ. وبالنسبة للغسيل الكلوي بس خلينا نقول معلومة صغيرة، ان الغسيل الكلوي ده يعني تكلفة الغسيل الكلوي تكلفة كبيرة جدا، لكن الشيء الجميل اللي فيها ان الدولة بتتحمل جزء كبير من نفقات الغسيل الكلوي، لان طبعا بعض الناس كانت قلقانة من التكلفة العالية في تشغيل وحدة الغسيل الكلوي، لكن احب اقول ان الدولة بتتحمل جزء كبير من النفقات. المرحلة الثانية هيكون عندنا غرفتين عمليات، غرفة صغيرة وغرفة كبيرة. طبعا الغرفتين دول هيبقوا كاملين جدا بالتخدير بالإفاقة، يعني الغرفتين غرفتين عمليات شاملين كل الخدمات الطبية اللازمة للعمليات. وفي المرحلة الثانية هنضيف حوالي أعتقد 10 حضانات، يعني المرحلة الثانية تبقى عبارة عن غرفتين عمليات، غرفة صغيرة وغرفة كبيرة بجميع المستلزمات بالإضافة لعشر حضانات، دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة ودي المرحلة الأخيرة هي استكمال مبنى المستشفى. مبنى المستشفى احنا المفروض يكون 8 أدوار، احنا حاليا وصلنا للدور الخامس في التجهيزات على أعلى مستوى، الأسانسير واصل للدور السادس. فالمرحلة الثالثة أو المرحلة الثالثة الأخيرة هتبقى استكمال الدور، يعني بناء الدور، بناء الدور السابع، بناء وتشطيب يعني الدور السابع والدور الدور السادس والسابع والثامن، ديت المرحلة الثالثة. وعلى كده يبقى دول الثلاث مراحل اللي هم مراحل تشغيل المستشفى، طبعا باختصار يعني علشان بس يكون الايه الامر واضح. طبعا بالنسبة للمستشفى هي يعني ممكن نقول عليها مجمع طبي خيري، يعني مجمع الطبي ميت حبيب الخيري الشامل، لانه هيبقى فيه عيادات شاملة. هو هيقدم الخدمة مجاني، الناس بتسأل يعني الخدمة هتبقى مجاني ولا بفلوس؟ اولا هو الخدمة هتبقى مجاني للفقير والمحتاج، او اجر رمزي بسيط جدا، يعني مثلا الحضانات انت بتشوف الناس بتدفع بره مثلا في اسبوع اتنين بتدفع مبلغ وقدره، ممكن هنا ما تدفعش اي حاجة او تدفع مبلغ بسيط، لكن زي ما هي هتبقى للفقير برضه هتبقى للغني، لكن الغني مش هيبقى مطالب ان هو يدفع، لكن اذا حب يتبرع بعد الخدمة اللي تقدمت له يا اهلا وسهلا، ما حبش طبعا ما فيش ضغط. وطبعا الخدمة دي بس مش هتبقى لميت حبيب فقط، انما هتبقى لكل البلاد المجاورة، يعني ميت حبيب، بنا، ابو صير، ميت بدر، شبرا، العجزية، كل البلاد المجاورة، واي انسان محتاج بيروح المستشفى الخدمة هتتقدم. وده طبعا هنقولها بالتفصيل قدام، ويعني انا بس يعني قلت النبذه المختصر دي على اساس الناس بتسال هيبقى فيها يعني دي مجاني ولا مش مجاني. هي ممكن نقول الاسم الاصح للمستشفى، طبعا ما عادش يبقى نظام المستشفيات اللي هو على نظام افقي وتلاقي بقى ايه جاردن او مساحه كبيره وكلام من ده، كل المستشفيات حتى في البلاد الخارجيه في امريكا وفي اوروبا المستشفيات اللي هي الرئيسيه هي عياده شامله، ممكن نقول عليها المجمع الطبي الخيري بميت حبيب. نيجي بقى للمصاريف والتكلفة. إجمالي المصاريف خلينا نقول بس لو استثنينا الأرض، طبعا الأرض تبرع بها الشيخ الدكتور عبد الفتاح البربري، وطبعا هو يعني غني عن التعريف، رئيس الجمعية الشرعية على مستوى مصر، رجل قيمة وقامة ورجل أزهري ذو علم. طبعا أنا مش يعني ما بعرفش أمدح الناس، لكن هو من الشخصيات الجميلة جدا اللي تقعد معها ما تبقاش عايز تسيبه. الرجل تبرع بالأرض مشكور جدا، وده طبعا كان يعتبر سبب رئيسي تاني إن موضوع مستشفى أو فكرة مستشفى ميت حبيب تكون تنزل على أرض الواقع. إذا استثنينا الأرض، إذا استثنينا الأرض ديت، الأرض أعتقد قيمتها لا تقل عن 2 مليون جنيه. نشوف إجمالي المصاريف اللي اتصرفت. إحنا حاليا صرفنا على المباني
مباني وإنشاءات وتصميمات، تقريبا المبلغ وصل لـ 4 مليون جنيه، المبلغ الإجمالي لحد النهاردة اللي هو 10 رمضان 2020، المبلغ اللي اتصرف على المستشفى بدون الأرض حوالي 4 مليون جنيه. الجمعية الشرعية دعمتنا بمليون، أعتقد مليون وربع، بمليون وربع. وطبعا ده عن طريق التبرعات، بعض الناس بتثق في الجمعية الشرعية فتبرعت لينا لمستشفى ميت حبيب، لينا اللي هم أهل ميت حبيب يعني، بمبلغ مليون وربع بناء على ثقتها في الجمعية الشرعية ومن خلال الجمعية الشرعية. طبعا باقي المبلغ اللي هو يعني هم دفعوا مليون وربع من 4 مليون، باقي المبلغ ده طبعا جمعناه من أهل ميت حبيب في ميت حبيب وفي الخارج. طبعا احنا محتاجين تقريبا حوالي مليون ونص على اساس ان احنا نستلم المبنى على المفتاح يبقى جاهز للتشغيل. يعني احنا في حاجه دلوقتي لمليون ونص على اساس ان المستشفى تكون جاهزه على المفتاح تتشغل. وتقريبا كمان مليون علشان نقدر نمشي المستشفى لسنه كمان. يعني احنا بحاجه بين 2 مليون او 2 مليون ونص على اساس ان احنا نبدا نشغل المستشفى، نبدا تشغيل المستشفى، ويبقى معانا كفايه ان احنا نشغلها لسنه قادمه، ل 12 شهر قادمين. خليني بس اقول حاجه هنا مهمه جدا. يعني طبعا علشان نعمل اللي احنا عملناه، كنا محتاجين مظله قانونيه. مظله قانونيه نقدر نشتغل من خلالها، لأن كان في إجراءات كتيرة جدا، كان في عقبات كتيرة جدا، كنا محتاجين دعم مادي ومعنوي، دفعة، في حاجات كتير جدا كانت لازم تخلص، فكنا محتاجين مظلة قانونية نمشي من خلالها بحيث إن احنا نعمل العمل ده. والمظلة دي كانت الجمعية الشرعية. لكن برغم ده كله أحب أقول وبكل صراحة ووضوح إن إدارة المجمع الطبي ده أو المستشفى هتكون إدارة من ميت حبيب، يعني إدارة وإشراف وعمالة من ميت حبيب، يعني المبنى كله خاص بميت حبيب، يعني ممكن تقول إن هو لا علاقة له بالجمعية الشرعية. الجمعية الشرعية زي ما قلت كانت مظلة قانونية لإتمام الإجراءات، تصريحات وتخليص أوراق ورسومات وحاجات كتير جدا، يعني اعتقد كانت هتبقى صعبه جدا وكانت هتاخد مننا وقت طويل جدا، فاحنا كنا محتاجين مظله نشتغل من خلالها. لكن وطبعا ده يعني بصراحه خدمتنا كتير جدا، لكن الاداره والتشغيل وكل شيء هيبقى قائم عليه اهل ميت حبيب، الاطباء من ميت حبيب، الممرضين من ميت حبيب، العماله من ميت حبيب، الاداره من ميت حبيب. احنا نفسنا نخلص المستشفى بسرعة، يعني محتاجين نخلص النهاردة قبل بكرة. وطبعا اللي هو مازال غير مقتنع او مازال مترددا او لديه بعض الاسئلة او بعض التساؤلات او مش متأكد او من الموضوع او معرفش المبنى او ما شافش المبنى، ياريت لو انت في البلد، لو انت في ميت حبيب، خد توك توك وروح عند كوبري أنيسة وقول في مبنى المستشفى، وخش مبنى المستشفى واتفرج على مبنى المستشفى من جوه وشوف وقول ايه رايك. لو انت مسافر بره، لو حد قريبك في البلد خليه يروح ويصور ويبعت لك. واحنا عندنا طبعا احنا عندنا جروب وعندنا حاليا صفحه بننزل عليها الصور، بننزل عليها كل المعلومات. او لما تنزل اجازه ان شاء الله روح خد نفسك وروح المبنى واتفرج على المبنى وشوف الشغل اللي موجود، وشوف يعني مش عايز اقول ان انت هتلاقي احسن من التجهيزات اللي انت بتشوفها بره، لكن على الاقل هتتبسط جدا. وبالمناسبه دي اقول حاجه، يعني طبعا من كام يوم في شخصيه من ميت حبيب، شخصيه محترمه جدا، كان عايز يتبرع بمبلغ معين للمستشفى، يعني سيب عن المستشفى وقال حاجه اتبرع، فاتصل بالقائمين على المستشفى وقال انا عايز اروح اشوف المستشفى لأنه عايز اتبرع. فراح طبعا دخل المستشفى وبص هنا وسأل وطلع فوق ونزل تحت وكلام منه، وبعدين خرج.
وهل بصراحة يا جماعة أنا كنت جاي أتبرع بمبلغ معين للمستشفى، لكن بعد اللي شفته أنا هضاعف المبلغ. طبعا الراجل ده في لحظتها قام مطلع دفتر الشيكات بتاعه، هو من 100 حريم، طلع دفتر الشيكات وكتب شيكين اتنين، شيك ب50,000 جنيه. الكلام ده أعتقد من 3 4 أيام، يعني في الأسبوع الأولاني من رمضان اللي هو عام 2020. طبعا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منه وأن يجعله في ميزان حسناته. الراجل طبعا لما شاف التجهيزات اللي جوه وشاف الشغل اللي معمول، حس بقد إيه إن الناس اللي قايمة على الموضوع ده ماشية بخطوات منظمة وفي خطة وفي هدف وفي شيء يفرح موجود على أرض الواقع. فياريت اللي هو مازال غير مقتنع أو متردد أو الفكرة لسه يعني ما سكنتش جواه، إن هو لو عنده فرصة يروح يزور المستشفى ويشوف الشغل على أرض الواقع. والشيء يذكر برضو في شخص تبرع بأرض في المقابر، وهي برضو سيدة فاضلة تبرعت بقراطين، طبعا دول بيتباعوا وتمنهم بيدخل في المستشفى. ده غير الذهب اللي السيدات الفاضلات بيتبرعوا بيه، اللي هم من أهل بيت حبيب، سواء غويشة أو ذهب أو حلق، يعني بقول لك ده اللي عندنا نتبرع بيه. طبعا نسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يجعله في ميزان حسنات الجميع إن شاء الله. ده طبعا غير الإنسان الجميل اللي عمري ما أنساه، اللي اتبرع بقطعة أرض وبعد ما اتبرع توفاه الله. فأعتقد ده كان أجمل شيء أو من ضمن الأشياء الجميلة اللي هو كان بيعملها. بنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يجعلها في ميزان حسناته وأن يكون مثواه الجنة بإذن الله. يا جماعة الخير، إحنا محتاجين نخلص المستشفى، محتاجين نبدأ نشتغل فيها. مش هقول لك اتبرع ب 1000 جنيه أو 10,000 جنيه أو 100,000 جنيه، مش هقول لك هات زكاة مالك أو زكاة الفطر أو طلع الصدقة، أو مش هقول لك ما تديش لفلان أو لفلان. يعني ميت حبيب محتاجة حاجات كتيرة جدا، وكل القائمين على كل الأعمال في ميت حبيب ناس أفاضل، هم أهلنا وقرايبنا وحبايبنا. سيبك من الاعتراضات والاختلافات في الرأي اللي موجودة على صفحات النت، لكن هم يعني كلهم ثقة وكلهم ناس بتحب تقدم الخير. فأنت الأمر رجع لك، تتبرع هنا أو تتبرع هنا، ده أمر رجع لك. ما أقدرش أقول لك ما تتبرعش لفلان، وفي نفس الوقت ما أقدرش أقول لك ما تتبرعش لميت حبيب وروح اتبرع بره، زي للأسف بعض ما الناس بتقول. لك الأمر رجع لك، لكن كل اللي أقدر أقوله لك إن إحنا عندنا مبنى في المستشفى محتاجين، الأجيال الجاية محتاجاه. أنا عايزك يكون، أو يعني إحنا محتاجين كل واحد ميت حبيب يكون له شير فيها أو جزء فيها، مشاركة فيها. فبقول لك العيد جاي، وطبعا العيد جاي بندي عيديات للأولاد، تدي عيدية للأولاد 10 جنيه 20 جنيه 50 جنيه، اعتبر المبنى المستشفى ده ولد من أولادك. فلما تطلع عيدية في العيد لابنك، هات عيدية كمان كده زيادة وحطها في ظرف وابعت ابنك بيها لمبنى المستشفى. في شخص موجود متواجد دايما هناك في مبنى المستشفى للتبرعات وبيديك ايصال بيه. تبعت المبلغ ده في رمضان، تبعته في العيد، تبعته بعد العيد. يعني انت لو بعت عيدية مع ابنك بتعلمه حاجتين، بتعلمه ان هو الاول يتعلم يتبرع، يساهم، يشارك، ولما يكبر هيفتكر ان هو له جزء في المؤسسة دي او في المبنى ده فهيحافظ عليه. احنا يعني محتاجين نخلص المستشفى ومحتاجين نبدأ نشتغل فيها. المستشفى دي لميت حبيب، اللي بناها أهل ميت حبيب، اللي صرف عليها أهل ميت حبيب، واللي هيديرها ويشغلها هم أهل ميت حبيب. يعني المستشفى مجمع خيري شامل لأهل ميت حبيب، والأمر راجع لك أنت. إحنا ما بنضغطش على حد، والحمد لله عمرنا ما طلبنا فلوس من حد. الناس هي اللي بتيجي تتبرع، لما
بتسأل وبتعرف وبتروح وبتشوف، بتيجي تتبرع. الناس كلها فيها خير، حاجة تتبرع لفلان، اتبرع لفلان، اتبرع. كل الأمور اللي بتجري في ميت حبيب خير وبركة. لكن أنا حبيت بس أقول إن إحنا عندنا شيء مهم محتاج إن أنت يعني محتاج ألفت نظرك ليه. لو اتبرعت أهلا وسهلا، هيكون له جزء فيه وهتساهم في حاجة جميلة جدا. شكل يعني شكل المبنى نفسه يفرح. أتمنى إن أنتوا تروحوا تشوفوا المبنى، وأتمنى إن أنتوا يعني لو في عندكم أي تساؤلات، ما عندنا الصفحة هتلاقيها موجودة تحت الفيديو، تعمل إعجاب على الصفحة. لو في أرقام تليفونات للتبرعات في معظم الدول، في السعودية وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي أمريكا وفي إنجلترا وفي ميت حبيب. وكل سنة وانتم طيبين، وبعتذر عن الفيديو الطويل ده، وأشوفكم على خير وإن شاء الله القادم أفضل. السلام عليكم.